اول ما اتخرجت من الكليه جيت هنا عشت فيها دي احلى ايام. عايز اقول لكم كلكم اوعوا تفتكروا ان الازمه دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. الارهاب خلص ولا بخلص؟ خلص يا فندم. بمين؟ بينا يا فندم. بيكوا انتوا. وبرضه الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ بينا يا فندم. هم بيكوا. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ. انا بقول لكم الازمه دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى ايه تاريخ هيبقى ايه تاريخ. بس لازم نعرق ونشهد قبل ما نخلص الرسائل دي. زي ما خلصت الارهاب وخلصت حاجات تانية كتير ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف كله اللي انا عايز اقوله لكم انتوا مع بعضكم هنا ومعاكم ضابط محمد ومعاكم باسل يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض. موضوعات مهمة تعرفوا لو في أزمة الأزمة دي ليه؟ والأزمة دي ممكن تتحل إزاي؟ لو في حد من زمايلنا عنده مشكلة نساعده إزاي؟ زي طبعاً أوعى تزعل يا شوقي. تمام يا فندم. زي مثلاً أخونا شوقي كده نبقى إحنا قاعدين هنا ومعانا أخونا ونسيبه؟ ها؟ لا يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. مش عايزين حاجة؟ شكرا يا فندم. أخبار رمضان إيه بتاكلوا كويس؟ تمام يا فندم. صحيح. تمام يا فندم. أنا سعيد إن أنا شفتك. أنا أسعد والله يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. تمام يا فندم.